صار عندي نوع من الشغف والرغبة أنه أنا أثقف أو أوصل رسائل للمشاهدين العرب والسعوديين، خاصة بحكم أنه الغالبية ما شاهد بطولات الجولف بالقنوات الأجنبية، ولكن كانت باللغة العربية أسهل أنه نوصل لهم المعلومة اللي ممكن يستفيدوا منها ويثقفون. اليوم الجولة الأخيرة ونهائي بطولة السعودية الدولية للغولف. أنا أحمد عواد التهام من السعودية، أسكن المنطقة الشرقية الدمام. جورجي هول لاعبين أكثر يشاركوا. حقيقة كثير من الناس ما تعرف أن الجولف بدأ في السعودية من أربعينات القرن الماضي من خلال شركة أرامكو، وكانت الملاعب كلها ترابية، وكانت الجولف حقيقة نوع من الترف في ذاك الوقت للترفيه عن موظفينها، حتى تم إنشاء الاتحاد السعودي للجولف، وكان اللاعبين حقيقة السعوديين اجتهادات شخصية أو دعم من الآباء، لأنه ما كان ذاك التركيز حقيقة والدعم، لأنه لعبة الجولف ما كان فيها ملاعب، وهذا واقع. بعد ما انشئت شركة جولف السعودية، ولأنها الجولف من ضمن الرياضات التي وضعت من خلال رؤية 2030 أنه تكون الرياضة جزء من الاقتصاد، ولذلك شركة جولف السعودية بادرت بتنظيم بطولات دولية وحركت المياه الراكدة بلعبة الجولف في العالم. الممارسة والقدوة. مثلا أنا عندي طفلتين فرح وقمر 4 سنوات و2.5 سنين، دائما أحرص أني أخذهم معاي للملعب. لا تنقطع عن التدريب، ركز على الأساسيات المهمة جدا، لا تحاول تقفز على المراحل، خذ الأمور بروية. الجولف أحيانا، وهذه حقيقة يعني، أحيانا بالذات للأطفال الصغار لما تجبر الطفل أنه يلعب جولف على سبيل المثال يشعر أنه هو منعزل، لأنه لعبة الجولف مو أي أحد يمارسها. فلذلك أنا أنصح الآباء أنه لا تضغط على الطفل أنه لازم يلعب يوميا، خلي يمارس رياضات أخرى مع أصحابه، وبنفس الوقت حببه بالجولف من خلال تشجيعه له.